نبدأ بالبارتي الأولانية، دونك الأناليز فونكسيونيل دان سيستيم تكنيك. طيب بالنسبة للأناليز فونكسيونيل هذه كيف كيف، ثم دي كيستيون بروميير أني ودوزيام أني. دونك كيما تشوفوا لهنا عندك الإنرجي هذايا يسموها زادا موديليزاسيون، موديليزي ان سيستيم تكنيك. دونك عندي كيستيون مينيموم مينيموم على دو بوان على البارتي هذه. دونك شنو اللي فيها البارتي هذه؟ سي تري سامبل، باش نجيو لهنا نكتبوا لا ماتيير دوفر شنو هو لازم السيستيم وشنو اللي خارج هنا. الانرجي شنو هو الانرجي اللي يخدم بها السيستيم؟ شنو هو الانرجي؟ الانرجي تنجم تكون انرجي الكتريك، نزيدو هنا او ولا تكتب انرجي الكتريك. تنجم تكون لينيرجي بنوماتيك. اش معناها لينيرجي بنوماتيك؟ لينيرجي بنوماتيك، لينيرجي بنوماتيك هي بالعربي هي الطاقة الهوائية، معناها الطاقة اللي جاية من لي كومبريسور. معناها عندك دي فيران، إذا كان عندك دي فيران راك باش تستعمل لينيرجي بنوماتيك. دونك ما عندكش دي فيران راك ماكش تستعمل لينيرجي بنوماتيك، طاقة هوائية. دونك هذا ما تخممش فيه. دوزيام اني 90% عندكم انرجي بريم. بريمير اني صعيب ياسر، كان يجيكم في الدفوار يجيكم سوجي في الانرجي بنوماتيك. بي هذه السي، شنو نقصدوا بها السي؟ نقصدوا بها كونفيغوراسيون، معناها بروغرام. البروغرام هذه وقتاش نستعملوها؟ نستعملوها كي يبدا عندك سيستيم اوتوماتيك اوتوماتيزي، معناها كان جاك سيرجوان اي تو اي حاجه مانويل ما تخممش في البروغرام وما تخممش رد بالك في الاو. او هي ليكسبلواتاسيون نقصد بها ميزو مارش. دونك اذا كان حاجه مانويل بالنسبه لجماعه البريمير اني برشا، معناها نتصور الاغلبيه باش يجيكم مانويل. دونك الاغلبيه شنو عندكم؟ عندكم ريغلاج في المانويل، ريغلاج معناها تعديلات تزيد تنقص تطلع تهبط، هذا يتسمى ريغلاج. عندكم ريغلاج وعندكم اون برانسيب حاجه اخرى باش تزيدوها حسب حسب السيستيم اللي عندكم. دونك شنو هو الحاجة اللي باش تزيدها؟ تنجم تكون طاولة، اون تابل باش تحط عليها السيستيم، تنجم تكون ما نعرفش أنا، أنت والسيستيم هنا تشوف شنو لازم في السيستيم. يقولوا هذوما كل إذا كان مانيويل، نحكي على المانيويل، هذوما كل ما ثماش، إذا كان عندك سيستيم مانيويل، ثم ريغلاج، ثم طاولة ولا حاجة باش تحط عليها حسب السيستيم، وثم الإنرجي، الإنرجي مسكولير. باهي، بالنسبة للإنرجي مسكولير، هنا قبل ما نبدأ، اللي هي ملاحظة. هنا راهو انا باش نقري حسب اللي قريته انا للتمتي. ليه؟ معناها ثم هامش نتاع البروف شنو قراكم في الكلاس، هذاك ردوا بالكم منه. راهو البروف هو اللي حدد لك النوت، دونك انت تشوف شنو هو البروف. ثم حاجات معناها حاجات متفق عليها، 80% من البروجرام نتاع التكنيك، 90% من البروجرام نتاع التكنيك متفق عليه، ما ينجمش حتى حد يزيد ولا ينقص. اما ثم حاجات هيك اللي فيها اجتهاد، اللي فيها الاجتهاد ديرتي البروف. اذا كان البروف قريتو حاجه اسمها انرجي مسكولير تكتب انرجي مسكولير، اذا كان ما قريتوهاش دونك انا بيرسونيل ما قريتهاش، قريت اوبيراتور. فما شكون يكتب لهنا في بلاصه انرجي مسكولير يجي لهنا ويكتب اوبيراتور. دونك اوبيراتور يكتبها لهنا، انا قريتها لهنا. الاوبيراتور اذا كان السيستيم مانويل يكتبوه هنا بلوس اوبيراتور. انت في الكلاس تذكر روحك وين قريت لوبيراتور، في الدوني دو كونترول هنا ولا هنا، واحده منهم تكتبها. دونك انا بيرسونيل ما قريتها، اذا كان سيستم مانويل اي تو ولا ما نعرفش حاجه مانويل نكتبوها لوبيراتور مع البروسيسور، معناها مع السيستم. ب لي سورتي سكوندير، شنو هما لي سورتي سكوندير؟ لي سورتي سكوندير في سيستم مانويل، بالنسبه للبريمير اني اللي كان جاكم سيستم ميكانيك مانويل ساهل يدوي، معناها لي سورتي سكوندير عددنا ثم دي شي بروي قليل ومن ثم بروي تشوف عندي سيستم كي يبدا يخدم شنو يخرج كوم سورتي، ثم حس ولا لا تكتب بروي، ثم ثم دي شي يخرج فضلات مثلا شي بيرسوس سينيور، معناها حاجه تقص، معناها اي حاجه تخرج دي شي تكتب دي شي في لي سورتي سكوندير. دونك باش نشوفوا دي زيكزامبل على الحكايه هذه. دونك رابيدمون باش نشوفوا لي زيكزامبل. قبل ما نشوفوا لي زيكزامبل هنا، كم ساعات يجيكم كيستيون على ديفينيسيونات هذوما، فونكسيون جلوبال، ماتيير دوفر، كذا كذا. دونك باش نعديهم رابيدمون، هذوما قريناهم. اف جي فونكسيون جلوبال هنا يطلب منك دوني لا سينيفيكاسيون. دونك دوني لا سينيفيكاسيون اش معناها؟
راو انت والكيستيون يلزمك تقرا الكيستيون، فما برشا تلاميذ ما يقروش كيستيون يشوف هذه بلا جواب. ساعات يكتبهم لك هكا البروف على اساس باش تعرف به، دوني لا سينيفيكاسيون، عرف لي معناه. ساعات يعطيك سيستيم ويكتب لك هذوما باش تكتب انت شنو يعمل السيستيم. اذا كان السينيفيكاسيون معناها معنى، ها اعطاك اكزامبل هنا، اكزامبل اف جي معناها راي فالور اجوتي، في ان نقصد بها فالور اجوتي. دونك هنا باش تعمر نتاع السيستيم. اذا كان جاك هنا يحبك انت تحفظ هذوما اف جي نقصد بها اف فونكسيون فونكسيون جلوبال، معناها راه لازمك تكتب السينيفيكاسيون معناها دوتر فاسون. يجي يصور لك سيستيم اللي هنا اي تو ويكتب لك اف جي، هنا يحكي على اي تو معناها تقرا السؤال بور لو سيستيم كذا كذا دوني اف جي، تكتب له الفونكسيون جلوبال نتاع مثلا بيرسوز مثلا، راي بيرسي في بلاص فونكسيون جلوبال اللي هنا، تكتب بيرسي لا بيس، بيرسي لا بيس هذايا في بلاص الفونكسيون جلوبال. دونك وين تكتب هذيك تكتبها في بلاص فونكسيون جلوبال. دونك اف جي يعرفك على اساس تعرف اللي هي فونكسيون جلوبال. لكن السؤال هذا بارفوا يجيك سؤال كيما اللي عندنا توا، هذا راهو مطلوب منك باش باش تعطيه سينيفيكاسيون، معناها يحب يشوف حفظت لي سينيفيكاسيون ولا لا. دونك باش نعطيكم نعرفكم نعرفوا هذا ونشوفوا من بعد اذا كان الكيستيون راح يتبدل. دونك اف جي فونكسيون جلوبال ام او هذيك ماتيير دوفر دونتري، اش معناها ماتيير دوفر دونتري؟ معناها الماده اللي باش نعطيها للسيستيم في لونتري، ماتيير دوفر دونتري لا ماتيير في لونتري شنو يعطي؟ مثلا ماشين لافي فيتمون سال، هذيك لونتري يخرجوا فيتمون بروبر، حوايج مسخه تخرج حوايج نظيفه في السورتي. باهي دبليو دبليو هذه هي الانرجي، دبليو الانرجي هنا باش يزيدك اذا كان زادك هنا انديس مثلا نكتب لك او، هنا تكتب له راي انرجي الكتريك، اذا كان نكتب لك بي انرجي بي انرجي بنوماتيك، هذا هو بالنسبه للدوزيام خاصه البريمير اني اللي كان ما قريتوهاش بنوماتيك مش لازم، دونك ما تخممش فيها مش وقت مش تفهمها ولا باش تخمم فيها، قريتها ولا ما قريتهاش. به او شنو نقصدوا به؟ الاو هذه نقصدوا بها اكسبلوتاسيون معناها ميز اون مارش، معناها باش تحط اون و اوف باش تخدم شينيور باش تنزل على البوطون باش يبدا يخدم. به شنو اخر؟ اير ريغلاج، ريغلاج تعديلات كيما تفهمنا تطلع تهبط تزيد تنقص، دونك في لي سيستيم ميكانيك اون برانسيب عندنا دي ريغلاج. السي نقصدوا بها كونفيغوراسيون اللي هو نقصدوا بيه بروجرام، هنا رد بالك في البروجرام كي يبدا سيستيم اوتوماتيك، اش معناها اوتوماتيك؟ يخدم وحده، في كارت الكترونيك في اورديناتور في اوتومات في اي كارت الكترونيك معناها سيستم اوتوماتيزي، اوتوماتيك تحط تنزل على البوطون تعمل ريغلاج تعمل كذا وتمشي على روحك يبقى يخدم وحده، كيما الاورديناتور كيما ما نعرفش شين ديستريبيسيون كيما برشا حاجات دي سيستم اللي يخدموا وحدهم اوتوماتيك. نشوفوا دي اكزامبل بي دون دي سي، هذيك نقصدوا بها دوني دو كونترول، دونك لي دوني دو كونترول تعرفوهم اللي هما هذوما لي دوني دو كونترول ينجم يكون او ار سي دبليو في، نجم تكون ما اذا كان ماشي على بيت، نجم تكون اي حاجه باش تزيدها للسيستم. بي دونك لا في سي، هنا عندنا لا في سي سيستم تعرفوه، دونك لي لا في سي شفناهم كيما ماشي على في رابيدمون باش نعملو باش نضيعو في برشا وقت. هنا لا في لي في سي في لونتري نعطوها في سي سال ولا في سي على في. بالنسبة هنا في سيل على في راهو باش يحسبها لك غلط، رد بالك هنا بال او ار لا في راي او ار متفاهمين. هنا في سيل على في ا فيرب افوار دونك لا في الانفينيتي، رد بالك هنا اللي كان كتبت ا تكتب على تنجم تكتب في سيل سال ويجب مسخة، نجم تكتب في سيل نون لا في او اكسون تولي بارتيسيب باسي نزيدو ال اذا كان في منا بوريال. به اشنو باش يخرج لهنا؟ باش تخرج لنا في سيل لا في لازمها لينيرجي، ساعات هنا في الدبورات يعطيك دي فليش نقصي، دونك اذا كان عطاك فليش و بوانتيي اون برانسيب دو فليش و بوانتيي اون برانسيب دو فليش بارك، إذا كان عطاك مسيبة كيكا من واحد تزيدو من وحدك حسب السيستم. به هنا لازمها
اكسبلوتاسيون ريغلاج بروغرام. هنا مثلا هي حاجه سبيسيال في لي سيستيم لازم تزيدهم وحدك. هنا الماشين لافي لا فيسيل ما تخدم كان بالماء والبرودوي لومو والماء مثلا. به ايش نو تخرج في السورتي لا فيسيل تخرج الميساج اللي نقصد بيه سينياليزاسيون ليمينوس. الميساج نقصد بيه اي حاجه تعطي سينيال اللي هي كامله الخدمه ايكرون اي حاجه في السيستيم. سينيال ليمينو نجم يكون ايكرون نجم يكون موتور. دونك عندنا حس بي هنا بعد اذن نكون باش نزرب شويه في الحكايه هذه على خاطر طويله شويه الواحد. دونك رابيدمون جوست كان فما حاجه باش نزربوها في البارتي هذه خاصه. بيه فيراسودي فيراسودي تعرفوها هذه هي الفيراسودي اش يعملوا بها؟ يلحموا بها لي كومبوزون. دونك نعطيهم كومبوزون نون سودي ولا كومبوزون اسودي تخرج كومبوزون سودي. هنا نكتبوا اسم الوظيفه شنو تعمل هي سودي ديما لانفينيتيف رد بالك سودي لي كومبوزون. دونك باش نعطيوها كومبوزون نون سودي ولا اسودي تخرج كومبوزون سودي رد بالك من التيرمينيزون اكد ديما على التيرمينيزون. هنا اسودي اذا كان نون سودي او اكسون نزيدو اس اذا كانت تحكي بلوريال. دونك هنا رد بالك اذا كان نون سودي سودي دونك زيد او اكسون اذا كان اسودي تكتب لانفينيتيف. ما عادش نعاود الحكايه هذه خاطر نتصور واضحه وتاكدنا عليها برشا مرات. به شنو لازمها للفيراسودي؟ دونك الفيراسودي لازمها لينرجي الكتريك تخدم كان بالكورون ما فيهاش بوطون ولازمها اللي يلحموا بيه هذاك اللي تاع عادة هذا اللي ينسوه الكلام ده اذا كان حاجة زايدة. هنا اذا كان يجيك سيستم ما تعرفوش راهو باش يعطيك ديسكريبسيون باش يعطيك وصف باراجراف معناها تقراها باش تلقى فيها الحاجات اللي لازمينك في باش تخدم السيستم. به لي سورتي سكوندير اللي هنا عندك فيمي شالور سخانة و فيمي دخان باش يخرج من السيستم. هنا الحكايه اللي فسرناها بكريكا لوبيراتور ثم شكون يكتب اوبيراتور اس هنا اللي كان في الكلاس قريتوه لوبيراتور غادي تكتبو غادي سينو بلوس اوبيراتور مع سيستم اي سيستم مانيوال نكتبو لوبيراتور جنبو غادي كما به هاش فيون هاش فيون شنو لازمها هاش فيون هنا شنو تعمل الساعه هاشي هاشي لي فيون نعطوها فيون نو هاشي ولا فيون هاشي يخرج فيون هاشي شنو لازمها ريغلاج او تاب مش معني علاش تابل هنا على خاطر هاش فيون ما تخدم كان بالطاوله ما تنجمش هاش فيون في الهواء تبدا تعمل في الاشي رابيون معناها ترحي في الهواء. لي سورتي سكوندير براتيكمون ما ثماش لي سورتي سكوندير في لي سيستيم ميكانيك هذوما هنا براتيكمون عندنا كان لي ديشي ما عندناش بروي ما عندناش ميساج عندنا كان ديشي فضلات اللي تبقى في الاش فيون هذاك نجمو نعتبروه كوم سورتي سكوندير. باهي كيما تشوفوا هنا بنركز على السيستم ميكانيك بالنسبه للبريميراني هذا يسمى سيستم مانويل. سيستم مانويل هذوما عاده ما عندكش بوكو دي دوني دو كونترول يعني مش كيما سيستم اوتوماتيك اللي يقراوها جماعه الدوزيام اني اون برانسيب. الدوزيام اني اون برانسيب باش يجيكم حاجه اوتوماتيك يعني اش مش تزيد معناها باش تزيد البوطون ميز اون مارش اذا كان عندك سيستم ميكانيك اوتوماتيك تزيد البوطون وتزيد البروغرام. اذا كان شنو اخر ريغلاج بوتون لينرجي اهم حاجه لينرجي بالنسبه للدوزيام اني تزيد لينرجي لينرجي اللي كان كورون برك تكتب دبليو بي او واذا كان فيه دي فيران لازمك تكتب دبليو بي اف انرجي بنوماتيك. بالنسبه للبريمير اني اون جينيرال ما عندكمش عندكم كان في لي سيستيم ميكانيك عاده باش يجيكم سيستيم مانيويل دونك تستعملوا كده. به فيرو روباسي دونك في الفيرو روباسي اللي هنا اعطاني لي زيليمون دو لونفيرونمون هذوما لي زيليمون دو لونفيرونمون هذوما كلهم لي زيليمون دو لونفيرونمون وهذا نوتر سيستيم. دونك نوتر سيستيم نشوفوا لوتر سيستيم اسكي لي مانويال ولا اوتوماتيزي معناها مانويال يدوي كيما هنا في الحاله هذه اذا كان يدوي باش نعمل هذه يرد بالكم تغطوا جماعة البريمير اني راهي ما عندهاش علاقة باللي قريتوه الوظيفة الرئيسية والوظيفة الضغط نتاع النوفيا ما عندها حتى علاقة. دونك هنا باش نعمل نشوف السيستيم يستحق اوبيراتور ولا اورديناتور ولا حاجة نختار من لونفيرونمون
l'environnement en effet vers l'Europe aussi, les mêmes opérateurs comme frontières, multitudes, et systèmes. Mais, بالنسبة للموديليزاسيون نتاع الفير روباسي دونك هنا شنو تعمل روباسي او ار لي فيتمون شنو لازمها لازمها نعطيوها فيتمون نو روباسي اللي هو فيتمون فرواسي فرواسي نقصد بها نو روباسي نكمش معناها ما تعرفهاش تكتب نو روباسي كلمة ما تعرفهاش تكتب نو كذا تخرج فيتمون روباسي لازمها الكورون لازمها باش نزرب شويه كيما تفهمنا لازمها البوطون هذيك تنزل على البوطون اللي كانت اوبسيون توا براتيكمون اللي فيها فيها روباسي كلهم فيها دونك هنا باش تعرف شنو بالضبط كيما تفهمنا في الدفوار تقرا الديسكريبسيون بي باش نزرب شوي شالور وسينياليزاسيون لي مينو نقصدوا بها السيسم نقصدوا بها الميساج فما شكون يستعمل ميساج فما شكون يستعمل سينياليزاسيون لومينوز وهنا ما ننساوش لوبيراتور فما شكون يستعمل لوبيراتور اللي هنا يكتب كيما تفهم ما عنده باش الحكايه بي لا ناتور دو لا ماتيير دو كيستيون كلاسيك هذا ما تفهمتوش الكيستيون هذا اللي كان جاك هو فما ثلاثة انواع يا ماتيير معناها باش ياثر على ماده والا انرجي باش ياثر على طاقه والا انفورماسيون معناها نحكيو على سيستيم يأثر على ليزانفورماسيون دي رابيدمون من لي ماتيير اي حاجه ماده حوايج بيس اي حاجه حديد ميكانيك نعش شعر قماش ماتيير انرجي طاقه انرجي بنوماتيك انرجي الكتريك معناها تعطي طاقه يبدل الطاقه كيما اللون تعطيها لي كورون تخرج لك انرجي لومينوز شوفاج تعطي انرجي الكتريك يعطيك انرجي تيرميك طاقه حراريه انفورماسيون بالنسبه للانفورماسيون باش يبدل ليزانفورماسيون تو سكي المعلومات كيما البورتابل كيما التلفزه كيما الاورديناتور دونك في الحاله نتاعنا احنا نحكيو على الحوايج هنا يعني هما ماتير ما هيش انرجي وما هيش انفورماسيون هنا ب بالنسبه هنا ساعات يجيك سؤال كليلة هنا تو حكي لك عن ناتور كليلة ناتور شنو طبيعه الماتير دوف دوني لا ناتور دو لا ماتير دوف ساعات يسالك كليلة ماتير دوف يسالك كليلة ماتير دوف اللي هنا راك باش يحكي لك شنو على ماذا يؤثر السيستم اللي قريناها في التاسعة في السابعة والثامنة في الأساسي على ماذا يؤثر على ماذا تؤثر هذه تؤثر على الحوايج دونك لا ماتيير دوفر المادة اللي نخدم عليها هي الحوايج دونك إذا كان سألك كالي لا ماتيير دوفر تكتب له فيتمون لانج يعني فيتمون الحوايج إذا كان سألك كالي لا ناتور دونك لا ناتور ثم ثلاثة حاجات ثلاثة واحدة من الثلاثة هذوما بالنسبة لنا في الحالة نتاعنا هي الماتير ب كلي لا فالور اجوتي بار سو سيستيم لا فالور اجوتي شنو القيمه المضافه بالعربي شنو زاد السيستيم زاد التحديد اذا كذا صح بالعربي تحديد معناه الروباساج بيرسي بيرساج كوبي كوباج واحنا ماشي 90% ثم دي فيرب بطبيعه دي نو اللي ما فيهمش باج به هذه كملنا البارتي الأولانية الخاصة بالموديليزاسيون دونك في البارتي هذه كما تشوفوا عودتها عملتها في الكونترول دونك مش ما ضيعناش فيها برشا وقت تعرفوها فهمتوا متصور الحكاية ما هيش صعيب باش نعداو البارتي